فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد والشر ليس إليك، مع أن الخير والشر كله بتقدير الله سبحانه؟ كله من الله، لكن ينزه الله أن ينسب إليه الشر، ينزه، هذا من باب التنزيه لله عز وجل، وإن كان الله خلقه وقدره، هذا من باب التنزيه لله والأدب مع الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا ما قدره الله فليس شرا، ما قدره الله كله فهو خير، وإن كان فيه ما يكره الإنسان فهو شر بالنسبة للإنسان من وقع عليه، أما بالنسبة لله فالله جل وعلا خلقه لحكمة، وكله بالنسبة إلى الله خير، أفعاله كلها خير، إنما الشر بالنسبة لمن وقع عليه العقوبة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.